لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. حضر بحار آتٍ من باتموس إلى دير فريزوفالانتون الذي كانت ترأسه القديسة إيريني فريزوفالانتو التي نقيم تذكارها اليوم، وقدم لها 3 تفاحات لذيذة كلفه القديس يوحنا الحبيب بإيصالها إليها. التفاحة الأولى كفتها غذاء ل40 يوما، انبثت خلالها من فمها رائحة عطرة ولا ما يدانيها. ووزعت الثانية على الشركة يوم الخميس العظيم، وحفظت الثالثة تميمة ثمينة عربونا لخيرات الفردوس التي لا تفنى، اختطت عليها في آخر أسبوع من حياتها. عاشت كملاك أرضي مطيلة أصوامها، مصلية أثناء الليل، ضاربة من المطانيات ما لا عد لها. بهذه الوساطات اجتذبت عطف الله وتلقت من الحكمة ما مكنها من اقتياد نفوس عديدة إلى درب الخلاص. لم تشأ أن تعتبرها الأخوات معلمة لهن، بل كواحدة منهن موضوعة للخدمة بوداعة وصبر ساستهن. كانت تعظ الأخوات أن أي نجاح يحققنه فليعتبرنه عطية من الله، وأن يحافظن على نخس القلب والشكر الدائم. حظيت من الملاك بهبة الرؤيا، فكانت أدنى في ديرها إلى نبية الله. بعد راحة يسيرة عقب الخدمة الصباحية كانت تستدعي الأخوات واحدة واحدة، وبفن وتمييز تساعدهن على التنقي أمام الله، كاشفة لهن أفكارهن العميقة. أصبحت معروفة جدا في كل العاصمة أي القسطنطينية لفضائلها وحكمتها التي بها أساسة الشركة. كثر هم الذين كانوا يقتصدونها من مختلف المشارب، أغنياء وفقراء، صغارا ونبلاء، لتلقي إرشاداتها والركون إلى صلواتها. كل الذين أتوا إليها علمتهم نفع التوبة والهداية. أضحى السهر لديها كالنوم لدى الناس، تقضي لياليها ممدودة اليدين إلى السماء مأخوذة بالمعاينات المقدسة. كانت تبقى في مثل هذه الوضعية يومين أو أسبوعا بكامله، حتى كانت إحدى تلميذاتها تساعدها على خفض ذراعيها الخدرتين. ذات ليلة عاينت راهبة القديسة إيريني في الصلاة في الباحة مرتفعة عن الأرض في منحنت ثروتان ضخمتان، ولما ترتفعان إلا بعدما رسمت القديسة عليهما علامة الصليب. ذات مرة ألقى أحد الأباليسة عليها فتيلا مشتعلا، فأخذ ثوب القديسة يحترق فلم تتزحزح. كان يمكن أن تحترق كلها لولا لم تصح إحدى الراهبات على رائحة اللحم والقماش يحترقان وتقتحم قلاية القديسة. ولدهشتها عاينت القديسة وسط الدخان الكثيف وهي في اللهب منتصبة ولا ما يخرجها من صلاتها. وإذ دفعتها محاولة إطفاء النار الناشبة فيها، أنزلت إيريني ذراعيها وقالت بلهجة لا تخلو من العقاب: لم حرمتني من مثل هذه الغبطة بتدخلك في وقت غير مناسب؟ فإن ملاكا كان يقف أمامي وضفر لي إكليلا من أزاهير لا تفنى مما لم تره عين، وكان على وشك أن ينقله إلي حين طردته. وعندما نزعت التلميذة بقايا القماش الملتصق بجسد القديسة ملأت رائحة زكية الدير كله. تفض روح النبوة لدى قديسة الله أجرت عددا كبيرا من العجائب، وأنبأت باختيار القيصر وابنه وتبوأ باسيلوس المقدوني العرش. شفت بمؤازرة القديس باسيلوس الكبير والقديسة أناستاسية ممسوسين، وأنقذت أحد أقاربها ممن كان الإمبراطور مزمعا أن يحكم عليه بالموت
بتهمة الخيانة. ظهرت للملك مشعة ممجدة، فأقر الإمبراطور باسيلوس بذنبه وطلب الصفح وصار راعيا للدير. بلغت القديسة إيريني سن 300، وكانت تحتفظ بنضارتها وجمالها الجسدي إشارة إلى جمال روحها. أنبأها ملاكها الحارس قبل سنة بتاريخ مغادرتها بدقة، فلما أتت الساعة استدعت الأخوات وعينت لهن الرئيسة التي اختارها الله. وبعدما أوصتهن أن يحتقرن كل ما هو عابر لكي يحيين لعريسهن المحبوب، أغمضت مقلتيها بسلام واستودعت الرب الإله روحها. دفنوها في كنيسة القديس الشهيد ثيودروس، فكان ضريحها يصدر بتواتر عطرا زكيا شاهدا للحظوة التي اقتنتها لدى الله. يتم تبريك التفاح في يوم عيدها في بعض الرعايا الأرثوذكسية حول العالم. ولا زالت قديسة الله إيريني خريسوفالانتو إلى اليوم تتدخل لخير الداعين باسمها بإيمان.